بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. الآلات الشعبية السودانية بتختلف باختلاف المناطق والبيئات، الجغرافيا لها تأثير طبعا على الآلات اللي احنا بنستخدمها وبنطلق منها أجمل وأروع الألحان. عموما السودان يمكن يكون من الدول اللي مشاركة في الخارج كثير وأخذت جوائز كثير في مجال الآلات الشعبية السودانية، علشان كثير من الثقافات الموجودة في داخل البلد بنطلعها أو نطلع عليها كثير من الناس. عموما تعالوا نتكلم عنها ونشوف احنا كيف ممكن نرجعها للتاريخ، واي هي الآلات اللي ممكن يكون لها تأثير شمالا جنوبا شرقا غربا. كلها امورها نناقشها في حلقتنا اللي هتكون فلكلورية وتراثية مع استاذ مصعب الصاوي، وهو باحث واعلامي هيشرفنا بعد شوية. تعالوا نسمعه، تفضل. بيت الهنا. وصل مشاهدينا لصالون بيت الهنا أستاذ مصعب الصاوي، وهو إعلامي وباحث وزميل. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصعب. مرحبا بك يا سلام. الآلات الشعبية السودانية جميلة بأنه كل ما نفتح التلفزيون ونسمع إيقاعات مختلفة وجميلة، ممكن نحس بأنه في نشوة كده بتجي للواحد وطرب من أي آلة تضرب، يعني بصراحة بأيا كان، إذا كان وتري أو كان طربول. خلينا أول حاجة نتعرف على الآلات الشعبية السودانية شنو؟ الأوركسترا الشعبية السودانية هي بتدي المزاج السوداني المتنوع ده، وهذه الأوركسترا هي نتائج لخبرات ثقافية واجتماعية وفنية حقيقة وإبداعية طويلة وراسخة وضاربة في جذور التاريخ. صحيح. وواحدة من خصائص الآلات الشعبية السودانية إنها تتأثر بالإيكولوجي، يعني محيط البيئة السودانية. إذا كان مثلا الطعام يتأثر بالمنتجات المحلية، فالآلة الشعبية تتأثر بالمادة المصنعة عليها نفسها. وعندك مثلا في شمال السودان آلة الطنبور كآلة وترية، دي يعني مستخرجة من الأشجار والأدوات الموجودة في المنطقة. كذلك مثلا آلات النفخ الموجودة في منطقة النيل الأزرق، ما يسمى بآلات الوازة، أو مجموعة المزامير البلونوغرو الموجودة في منطقة النيل الأزرق. النيل الأزرق معروف أنه فيها أشجار وفيها قرعيات تساعد في صناعة هذه الآلات بتاعت النفخ بطبيعة التجويف الطبيعي للنباتات الموجودة في منطقة النيل الأزرق. النبات نفسه مجوف. النبات نفسه مجوف وسهل التشكيل، حيث انه يصير آلة موسيقية. سبحان الله. في منطقة الرعاة، يعني زي منطقة المسيرية ومنطقة كردفان، في النجارة. صحيح. والنجارة هي عبارة عن طبل يعني موجود، مثلا نجاجير بأنواعها إذا كان في جنوب السودان أو في منطقة غرب السودان ودارفور، بيكون هذا الطبل من جلد الحيوانات وبيدبغ بطريقة معينة وبيصمم بحيث انه يكون غطاء للنجاره. يعني النجاره مرات تصنع حتى، يعني اصل الطبل يصنع من جذوع الاشجار واحيانا من المعدن حسب يعني المواد الموجوده في المنطقه. كذلك يعني اذا مثلا في آلات مصوته اللي هي الإنسان بيستخرج منها الصوت، وفي آلات بيطرق عليها، يعني زي الطبول والآلات الإيقاعية كلها اللي هي بتختلف بأحجامه وأشكاله، وفي آلات بتبقى جزء من جسم الإنسان نفسه. كيف؟ يعني مثلا زي اللودة أو الصفارة بتاعت الرعاة دي، المزمار الرعوي ده. أيوة. يعني يستخدم فيه الإنسان نفسه ويستخدم فيه أنامله عشان يستخرج منه طبيعة الصوت المحدد. صحيح. وبالتالي هي بتكون ممتزجة أصلا بوجدان الإنسان وألصق به. صحيح. يعني الناس الأوركسترا الحديثة، علوم الموسيقى الحديثة، بيقولوا مثلا الكمان هي أقرب الآلات إلى نفس الإنسان، لأن هي بطبيعتها قريبة من العازف نفسه. صحيح. صحيح. إذا كان من قلبه أو من أذنه أو من دماغه ومن رأسه. صحيح. وبالتالي صحيح. آلة الكمان نفسيا هي، وكذلك آلة الفلوت، لأنه آلة الفلوت تستمد خصائصها النغمية من أنفاس الإنسان ومن وجدانه. بالضبط. وهكذا فهي علشان تقوم يعني تصل للمرحلة دي بالتأكيد لازم يكون في شخص محب للآلات الموسيقية بشكل عام أو لآلة معينة. عندنا قصة فيها يعني دفع الله الحاج واحد من الناس اللي عندهم الحس اللي انت قلته والوجدان والإحساس العالي بالآلات الشعبية السودانية، هو بيعمل على تصنيعها. تعالوا نشوف القصة دي ونشوف بيصنعها كيف. تفضل. الآلة الشعبية هي وليدة البيئة، فإذا يعني شاهدنا السودان وشفنا السودان من بيئته بنلقى فيها البيئة الصحراوية شبه الصحراوية في السافانا، السافانا الغنية، فكل ما كانت البيئة غنية بالمواد الخام اللي بتصنع منها الآلات الشعبية كل ما كانت في آلات شعبية موجودة. المادة الخام اللي بتصنع من الآلات الموسيقية هي عبارة عن بتكون معظمها بتكون من الأخشاب والجلود. واحدة من الحاجات اللي خلتني أنا إنه أعمل أرجع لصناعة الآلات الموسيقية التقليدية على طريقتها التقليدية القديمة هي دراسة هذه الآلات دراسة علمية. أنت لما تعرف خصائص الشيء وتحلله وتعرف أجزائه وحياته الدقيقة ممكن بعد كده تحاول تغير في المواد الخام، تغير في طريقة التيونينج على حسب مزاج المجتمع المحدد اللي بيستخدم الآلة الموسيقية المحددة. السودان غني جدا بالآلات الموسيقية التقليدية، فإذا كان أخذنا النيل هو رابط وحاولنا نمشي مع النيل بنجد التنوع أو أغلب المجموعات اللي بتستخدم الآلات الموسيقية سكنت أو جاورت النيل. فمثلا قبائل الشلوك تستخدم آلة تسمى الطم. آلة الطم هي عبارة عن طنبور دبابة فيها 5 أوتار بتصنع من قدح بتاع خشب وعندها عودين متعارضات وال5 أوتار بتشد على هذه الأعواد. بنيا كالات ويا بودي غوندي دلا هالني هالا ودي يكون هالا يا هاي لودي من وانا لا 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 هاي لودي من بس تافرقنا رودا. أنا أحبذ أن أسمع الموسيقى القديمة وده بيرجع لأشياء كثيرة جدا. واحد من الحياة دي اللي هي دائما الهوية بتاعت كل مجتمع أو كل شخص بتتحدد من خلال الفنون بتاعته. فأنا بفتكر إنه كل ما كانت الهوية السودانية رجعت للجذور الموسيقية القديمة بتتضح الهوية السودانية على الأصيلة أو على حقيقتها. يعني أنا من بأسو كمر بزندينا با كمر بزندينا با كمر بزندينا با. يعني شكل جميل للآلات، ما أعرف رأيك شنو في شفته؟ شغل جميل جدا. بعدين هو الحقيقة دفع الله عمل متحف للآلات الشعبية السودانية بتصنيعه ليه، بتصنيعه ليه وبتقسيمه ليه ذاته لمجموعات. صحيح صحيح. وباجتهاده في إنه يحصل على هذه الآلات من مناطق أصلية. بعدين اشتغل فيها شغل توثيق لأنه أي آلة عمل فيها دباية بتاع التعريف، فهذا جهد جهد مبدع وباحث في آن معا. بالضبط كده، هي حب وشغف، افتكر من الإنسان وتخصص أيضا وتخصص. أنا أتشرف بأنني يعني زميل لدفع الله، نحن درسنا معا الفولكلور في معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية جامعة الخرطوم، ودرسنا معا في كلية الموسيقى والدراما وتخصص الحاجات اللي انت يعني ده كتقرير احنا سجلناه معاه، والحاجات اللي انت بتحسها فيه لما يجي يعزف آلة من الآلات بتحس شنو هو بيتقمص روح المجموعة الثقافية المعينة. يعني دفع الله عندما يجي يعني مثلا يشتغل شغل للنوبة أو الهوسة تحس به فرد من مجموعة الهوسة، لأنه كمان جزء من خصائص الآلات الشعبية إنها بتمثل وجدان المجموعات دي خير تمثيل. يعني إذا كانت مثلا الألوان الشعبية الفولكلورية في الشام مثلا زي الدبكة مثلا في الأردن أو الدبكة الجبلية في لبنان وكذا بتمثل مزاج معين للمجموعات، فالآلات الشعبية هي تجسد هذه الأمزجة صحيح المحلية، ويتم برضه الرقص عن طريق الجماعة عن طريقة وكذا صحيح. دفع الله يا أخي أنا أول حاجة بحييه مع مشاهدينك في هذه المناسبة، وهو شخص مجتهد كثير في المجال ده وعمل مشاركات بالمناسبة على مستوى العالم. أنا حابة أتكلم عن مشاركتنا برا شكلها كيف، لكن بعد ما نعرف كمان إنه آلاتنا دي إحنا بنستخدمها متين ومناسباتها شنو. معظم الآلات الموسيقية الشعبية تستخدم في طقوس دورة الحياة الاجتماعية. هي بتختلف يعني باختلاف المناطق طبعا. بتختلف باختلاف المناطق. جميل، يعني احنا هنبدا نصنفها ونقول يعني آلات الشمال والشرق والغرب والجنوب، بس خلينا نمشي فاصل قصير ونرجع مرة ثانية نواصل حوارنا، خليكم معنا. بيت الهنا، بنحييكم مرة ثانية، بنتواصل مع الإيقاعات السودانية الجميلة بمختلف آلاتها وبمختلف مناطقها وبيئتها. أهلا بكم، مرحبا مرة ثانية يا أستاذ مصعب. مرحبا. نحن كان اتكلمنا عن قبل الفاصل أيوة اتكلمنا عن المناطق السودانية المختلفة. طبعا من الصعب أن يتم حصر كل هذه الآلات والحديث عنها تفصيلا في كل منطقة، لكن نقول إنه في آلات مشتركة. نحن نتحدث عن المشتركات الثقافية بين المجموعات السودانية. جميل. ناخذ مثلا آلة الطنبور كآلة وترية. طيب. والطنبور دي طبعا معروف برضه خارج السودان بسموها الطنبورة أو الربابة أو الربابة العربي وكذا، وموجود في مجموعات يعني موجود في كردفان مثلا في مناطق جبال النوبة بسموه أمباريبري اللي هو نفس الآلة بتاعت الطنبور لكن بشكل مصغر شوية وطويلة شوية وطويلة، والأصوات المرنة فيها حادة أكثر. في نفس آلة الطنبور في شمال السودان ومستخدمة عند المجموعة الشايقية وعند النوبيين. طبعا النوبيين عارفوا آلة الطنبور، ربما هي منقوشة في جداريات الحضارة المروية، مما يعني أنها آلة ضاربة الجذور في التاريخ، لكن الدوزنة أو طبيعة النغم في منطقة النوبة اللي هي بتبدأ من جنوبي مصر وتنتهي في ديار الشايقية يعني في مدينة مروي وكريمة وكذا، تستخدم اللون الخماسي بإيقاعات مختلفة، معاها طوالي آلة الطار. أيوة. ثم نأتي إلى منطقة الشايقية اللي استطاعت أن تعطي هذه الآلة إمكانات كبيرة. يعني الشوايقة بما يملك من مواهب شعرية من حرفية عالية في أداء هذه الآلة واستخراج الأنغام منها، وأشهرهم طبعا الفنان النعام آدم. استطاعوا أن يضعوا هذه الآلة في الوجدان القومي. يعني لم تعد آلة الطنبور تمثل ثقافة الشايقية كمجموعة، وإنما صارت جزء من الوجدان الوطني السوداني في كل مكان. وبعد كده منطقة الجعلي مشهورة بالإيقاعات الحماسية صحيح. اللي هي الدلوكة والطبول ومجموعة الدينجر دي خاصة، ودي بتستخدم في أغنية الحماسة بشكل واسع جدا جدا. أيوة. وأغنية الحماسة من شأنها يعني رفع الهمم وتأكيد قيم الرجولة والفروسية وكذا. صحيح. منطقة الخرطوم ومنطقة أم درمان هي منطقة مزيج من ألوان إيقاعية كثيرة جدا. بالضبط. لكن تظل لكل المجموعات السودانية دي مثلا آلة رئيسة تسمى النحاس. النحاس ده هو النحاس ده هو أشبه بالسلام الجمهوري لكل مجموعة. صحيح. لكن يعني بيختلف، يعني أنا شفت النحاس ولقيت إنه في واحدة ممكن قدر الكريد ده، واحدة أكبر من الطرابيزة دي أو أكبر من المكان اللي إحنا قاعدين فيه. من النحاس هو ما طبل واحد، هو مجموعة طبول. النحاس الكبير ده اللي بيسموه التور، طبعا مقسم الطبول دي، التور والعجول. العجول دي الطبول الأصغر حجما. أيوة. من والتور والنحاس الرئيسي اللي بيسموه الميجر ناس الموسيقى، هو الآلة الماستر اللي فيها الصوت الرئيسي اللي بينبه للحماس إذا في حدث مهم في القبيلة، إذا في اجتماع، إذا في لقاء للأعيان، إذا في مرات المواكب، مرات الشكل الاحتفالي مثلا زي العيد، حتى الموت برضو قالوا الموت التنبيه اليوم مثلا إذا في وفاة أو حرب أو كذا، أحيانا يعمل لشكل احتفالي لإعلان مثلا نهاية شهر رمضان وبداية عيد الفطر. فبتسمع طرقات النحاس بتعرف إنه بكرة أول، يعني الليلة آخر، نعم الليلة آخر أيام الصيام وبداية أيام العيد. الآلات الإيقاعية برضو عند الطرق الصوفية، الطريقة القادرية أو الطريقة العركية، تستخدم الآلات الطبول دي للأذكار، يعني ما بتستخدمها مثلا لأغراض الترفيه أو الأعراس أو كذا، وإنما تستخدمها للذكر. أيوة. وحتى نوع الإيقاعات والطبول بتختلف من طريقة إلى طريقة، أو من مناسبة لمناسبة، من مناسبة إلى مناسبة أخرى. وفي شرق السودان مثلا آلة الطنبور طبعا موجودة، سموها الباسينكوف. باسينكوف. أي قبيلة عندها وزنة معينة للطنبور بيسموها دوزنة. دوزنة. ولا يحق لقبيلة أخرى أن تعزف النغم المعين الذي يخص القبيلة الثانية. على أساس إنه ده بميزها. هذا يميزها، هذا نوع من التمييز السياسي. هل ممكن نقول إنه في علاقة ما بين الأوتار أو عموما النغمة بشكل معين إذا كانت طبول أو أوتار بالسياسة؟ نعم، هذا تمييز للمجموعات. هؤلاء هم البني عامر، دي نغمتهم بيسموه الوتر، ده الوتر بتاع الحدندة. ليه ما نقول عليه بشكل اجتماعي؟ ليه نقول عليه سياسي؟ ما هي دي مجموعات عندها تركيبة، يعني هي مجموعة عندها زعيم، يعني عندها ناظر، يعني الهدندوة عندهم ناظر، البني عامر عندهم ناظر، الحباب عشان كده تصنفت سياسية. فهذه سياسية فنية، سياسي اجتماعي فني. أيوة. فبعد ذاك هي عموما هو بحث عن شكل من أشكال الخصوصية أيا كان. الأشكال شنو الموجودة في شرق السودان؟ اللي هو في الطنبور الرئيسي، الرشايدة هم الألوان اللي بيستخدموها أقرب لمنطقة الخليج واليمن. أيوة. حتى الرقص بتاعهم، بالسيوف، وبيستخدموا آلة العود. العود طبعا آلة شرقية، يعني موجودة في كل المنطقة. صحيح. العربية. صحيح. بعد ذاك أنا بتصور إنه يعني في آلات هي حديثة لكن هي بقت جزء من المزايا الشعبي. زي شنو مثلا؟ مثلا زي القرب. القرب دي الاسكوتش، طبعا بيسموها الاسكوتش، اللي هي موجوده برضه في منطقه الشام، تستخدم في الدبكه، اللي هو مزمار فيه يعني كيس كده بينفخ، بيملأ بالهواء، ويستخدموا الزمار ويضعوا على إبطه. صحيح. هذه موجوده بيسموها الاسكوتش، استخدموها الاسكتلنديين. ايوه. في المملكه المتحده. هذه الآلة صارت كمان جزء من المناسبات والأفراح والاحتفالات، تعزف حتى ناس في السودان بيستخدموها ناس البوليس. صحيح. لكن بقت جزء من المزاج، سلاح المصير. بقت جزء من المزاج الشعبي رغم أنها آلة أوروبية وافدة، لكن صارت واحدة من الطقوس، خلينا نقول أو اتسودناها، يعني دخلناها في المزاج. صحيح. طيب احنا ممكن نقول التطور ده هل بآلات جبناها من برا أو وفدت علينا من برا، ولا ممكن إنه في بعض الآلات الشعبية السودانية الموجودة تم تطويرها وتحديثها، أدتنا نوع من النغمات بشكل مختلف أو عملت على تطور شكل الأغنية في المنطقة المعينة دي؟ نعم، هي الآلات بتتطور على مستوى الوظائف والأداء، بمعنى إنه الآلة دي بتأدي وظيفة معينة، لكن يعني مثلا الصوت بتاعها محدود. ما زمان المجتمع اللي أنت بتخاطب به بتخاطبه من خلال آلة يعني كان محدود. صحيح. حتى في الغناء العصري ده، غناء البندر بتاع المدن، زمان كان في جلسات بيسموها، العود والفنان والمجموعة المحددة بسمعها. ظهر الميكروفون عشان يزيد يوسع أكثر نطاق الانتشار بالنسبة للسميعة، يسمع المجموعة بزيادة عدد الناس. أشكرك كثير الإعلامي والزميل مصعب، وإن شاء الله نتلاقى في حلقات قادمة. شكرا لك. الله يبارك فيك. شكرا لك. هنتواصل معكم مشاهدينا بعد الفاصل، خليكم معنا. بيت الهنا. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا، نتواصل معاكم في بيت الهنا، والمرة دي عندنا نصيحة لكم في الأعشاب، نستخدمه كيف ونستخدمه بأي طريقة صحيحة. هيكون معنا الأستاذ يوسف الفكي، وهو خبير ومختص في الأعشاب، نشوف نصيحته مع بعض. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام أهلا ومرحبا بكم. كلامنا الليلة عن الرجلة، والرجلة أنا بعتبرها برضو من الخضر المضطهدة، لو الناس عرفوا سرها بيأكلوها اليوم الثاني. الرجل يا جماعة إذا طبخوها بالعدس، طبعا يفضل يعني طبخها يطبخوها بالعدس في فترة الشتاء، لكن في فترة الصيف ممكن يطبخوها بالرز. نفس الوضع، يعني بتعالج الصداع تماما، أي نوع من الصداع الرجل يا اخواننا مطبوخه بتشيله. لكن عشان واحد ما يقول لي بتعمل لي نفاخ، تعمل خل شويه في الطبيخ في النار، فالانسان يلقى نفسه مرتاح جدا وتنهضم وما بيكون في اشكال. نمرة 2، هي فيها نسبه عاليه جدا من الحديد. الناس عندهم مشاكل، امراض جلديه وبرص، اجارنا الله واياكم، يعني ممكن ياكلوها سواء كان سلطه نيئه او يكون مطبوخه. فعلى نفس الطريقه اذا كان بالعدس أو بالرز تحل نفس المشكلة، تطفي اللهيب وتشيل الحميات الموجودة في الجسم. فدي طريقتها، الطريقتين إذا كان بالعدس أو بالرز. بالنسبة للبواسير، أحيانا في ناس يكون عنده مشكلة في البواسير، لو يدقها ويعلها يعني لبخة على المقعدة تشيلها تماما. وفي نفس الوقت بتمنع الوسواس. يا جماعة في كثير من الناس عندهم نقص في أشياء معينة في التركيب بتاعت الجسم، يحصل وسواس وأرغ، يا ربي قلت سمع الله حمده، ولا قلت الله أكبر، ما توضيت أنا كده، الوساويس بتحصل دي. الرجلة بتوزن لنا الجزء ده من الخلل. والرجلة يا إخواننا زي ما ذكرت لكم هسا، إنها لما يأكلوها فيها مواد حديدية عالية جدا تفيد الناس عندهم وسواس، يعني قلت سمع الله حمده، ما قلتها، اتوضيت، ما توضيت. المهم انواع الشكوك والوسواس دي، اذا انسان بياكل لها الرجله ان شاء الله تغطي له الجانب ده في فتره بسيطه جدا ويلقى نفسه مرتاح. كذلك تستخدم للكالو او بيسموه عين السمك، لكن في عندها شرط غريب، يعني عند العلماء بيقولوا انه اذا انسان عنده عين سمك يقلعها من شجرتها ويدلق بها مباشرة، يعني مو عندنا ياخذها من عندنا يدلك بها، لا، من شجرتها مباشرة، دلكة على عين السمك أو الكالو في ساعات تروح. وجربت هذه المسألة، جربتها أنا زمان ومفيدة جدا. كذلك إذا إنسان طحنها وعملها بالقمح، يعني لبخة على أي جزء من الجسم عايز يكون نظيف من القشور، عايز يكون لامع، ممكن يستخدمها دائما. لبخة يومية ما بتكلف غير ما يطحنها أو يفرمها ويديها كستر أو يديها دقيق قمح، تخلي جسمنا نظيف وتشيل الحبوب منه. وإلى لقاء آخر، أهلا ومرحبا بكم. بنشكرك اكيد على النصيحه الغاليه اللي قدمتها لينا، ونتمنى انه نستفيد دائما من كل الفقرات اللي بتقدم عبر بيت الهنا. مشاهدينا، حلقتنا كانت عن الالات الشعبيه الموسيقيه، احنا نتمنى انه دائما نوثق لتراثنا بشكل كبير ونروج له اكثر في الخارج علشان الناس تقدر تتعرف على الثقافات المختلفه اللي بيتميز بها القاره البلد السودان. هنا تشرغ تي في ايميلنا للتواصل، نشوفكم باذن الله بكره على الف خير، ودعناكم الله. بيت الهنا.